كوريا عبد العاطي عبد الوهاب افراج. الحمد لله على السلامة يا كوريا. انت مين؟ انا جاي اخدك بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتني انا اخدك. يلا شكرينا برنس. ايه هتسيبيني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وسمي وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بقيتي زي القمر ما شاء الله ما شاء الله، انبرتي وزنهرتي ووشك موردن وجميله كده اهوت يا ولاد. هم كانوا هناك في السجن بياكلوكي بط برضه. ما خلاص يا ولاد فضحتوا امي. ايه اللي سجن سجن؟ لازم تقرطي عليها قوي كده يعني؟ امال هم بيسموه ايه؟ قولي سويسرا يا اختي. هم اسمه دلوقتي سويسرا. يا دي النصيبه اللي انا فيها. طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ يا سوكا تعالى شوف امك يا سوكا. ايه ده؟ كوريا يا منطقه، كوريا طلعت يا منطقه. الحمد لله على السلامه. يا كوريا يا قمر وحشانه لي بتس. ما زغرتي يا اما زغرتي يا اما. الحمد لله على السلامه يا اعز واغلى واطيب كوريا. البيت والشارع والحاره ولا كان ليهم 30 لازمه من غيري. عشت. بقول لك يا سوكا، هو هيمو فين؟ لسه ما فتحش. طب بقول لك ايه، روح ناديله بس ما تقولوش ان انا هنا. فريره يا فريره حرامي. لا هو لسه هيمه ما يعرفش انك رجعتي من السجن يا بنت. يا وليدي لا مؤاخذه يا كوريا، هو جه فيكي انتي؟ ما خدتش بالي، ما اعرفش يا اختي انك طلعتي من السجن. حصل خير يا قطه، يومك شبهك يا حلوه. تعالى كباك عايزك. انت تختلط يا سوكا اللي مكتبنا افتح العربيه. يا جدع امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع ميد. في ايه؟ تعالى ما اقول لك ولا في ايه يا سوكا؟ سيبيه يا اما سيبيه. ايه يا في ايه يا اما سيبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ كوريا الحمد لله على السلامه. كوريا ليكي وحش. انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي. مش باين عليك يعني انك فرحان؟ يعني شويه كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوري؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيمه، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الراميه السودا دي. لا، كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيمه وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا، بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي، في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني، بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني. ده انا لابسها هتروح فين؟ اهي شفتي؟ Thank you.
اللي جبت اجلك. بس اعمل ايه؟ ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى. بس وغلاوتك يا ام انا ما هسيبها. وغلاوتك ما هسيبها. مين؟ كوريا حبيبتي يا كوريا، الحمد لله على السلامة يا كوريا. عامل ايه؟ نورتي بيتك، نورتي بيتك. بيت ايه بقى يا خال؟ بيت ما بقالوش لازمة من غير أمي الله يرحمها. أنا اللي قربت ميعادها من قهرتها عليا. معلش يا بنتي معلش، العمار بيد الله، مالناش في نفسينا حاجة. بس انت غلطانة يا كوريا. ايوه غلطانة، غلطانة انك رفضتي تبقى في معاها في المحل. وانا كنت هشم على ظهري ايدي يا خال. انا كل الحكاية بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلوي عنين، معرفش انهم نصاي عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان يعلى اكتر. معلش يا بنتي، المكتوب مكتوب، بس انا عايز اقولك حاجة. اوعي تكوني فاكرة انك عشان شايلة سبقة في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاتهم هناك عارفين انك داخلة السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا اخي؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السبقة والنبي كانت مظلومة؟ بس ورحمة ام يا خيل، انا ما هسيب الولاية اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولاية دي افترت علي ودخلتني السجن سنة ظلم. ده انا اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال. المهم يا كوريا، احنا عايزين يا بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكلب ده كده اللي استناك السنه بحالها. واوعك يا كوريا اوعك يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي. انت بنت ناس وبتربيه. شمال يا خيل؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خيل، في ناس كده هو زبطتها يمين، مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك زبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال كوافير تاني؟ ما قلت لك 100 مره خال انا دكر، ماليش في مرقعه وسهوكه الحريق، بتخانق بيجي لي كرشه نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه. اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم. انزل اشتغلي تاني. في ايه دي؟ انزل اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا. سندس اللي عايش بتاع سنه بحالها قاعده معايا بحق ومرته واولادي. اتخنقت انا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كميه الاخبار الزفت اللي انت جايبها لي دي يا خال؟ خدت سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا، انت بتقول لي عايش في حق؟ يعني شايف انا اللي عايشه في البيت الابيض يا خال؟ الله يرحمك يا غاليه، الله يرحمك يا اختي. لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي؟ لسه كلمتك في ودني قلت لي كوريا مظلومه؟ قلت لك ايوه عارف. قلت لي سندس مظلومه وغلبانه ولازم الاثنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الله يرحمك. بقول لك ايه خير؟ تعالى خير. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. اه تعالى بس اقول انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي. انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيها؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله. لما كانت عايشه معايا كانت الرزق من كل حته. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جاي لك من كل باب.